يا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه والاخبار العالميه، ولان الكلمه خبر والزمالك دايما هو العنوان، خلونا نبدا حلقتنا باهم العناوين. الزمالك جاهز. الزمالك وسموحه مباريات لا تنسى. في دور الأبطال نتائج متوقعة. كابتن كريم ذكري في ضيافة أخبارنا. أما موضوع حلقتنا النهاردة واللي حابين نعرف رأي حضراتكم عنه ودايما منتظرين إجاباتكم، هو ما هي توقعاتكم لمواجهة الزمالك وسموحة في الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز؟ مساء الخير واهلا بكل جماهير نادي الزمالك مره ثانيه. معرفش حضراتكم فاكرين امبارح بالظبط قلنا ايه ولا لا، ولكن من ضمن الحاجات اللي احنا امبارح ركزنا عليها او اتكلمنا فيها هو اهميه ان جماهير نادي الزمالك الفتره اللي جايه تكون ايد واحده، وقلنا انه ضروري جدا ان انت الفتره اللي جايه تكون مع اداره ناديك وخليك مع مديرك الفني وخليك مع لاعبتك، لانك انت الفتره اللي جايه او من عمر عموما الجوله الاولى، واحنا عمالين نسمع كلام كتير وحوارات يعني ملهاش اخر الصراحه، ولكن امبارح مجلس اداره نادي الزمالك حاب يدي درس جديد في احترافيه مجال الاداره وحل ازمه سامسون اكينيولا، واحد من اللعيبه اللي بنقول لهم بصراحه شكرا على موسمين كنت معانا فيهم وتم فسخ العقد معاه بالتراضي بين الطرفين. خطوه هايله جدا يشكر عليها مجلس اداره نادي الزمالك اللي خدت القرار السهل والقرار الصح. لو فاكرين وعايزين نقول لأكينيولا طبعا شكرا، لانه هو بجد قضى فتره كويسه جدا مع نادي الزمالك وادى لحد ما اداء كويس طوال الفتره اللي هو كان موجود فيها مع نادي الزمالك، وكان ممكن إدارة نادي الزمالك تقول له شكرا وانت تم استبعادك من القايمة، وكان ممكن يحصل طرق تانية غير الطريقة المحترفة أو الطريقة المحترمة اللي تم فسخ التعاقد بيها، ولكن انت الحمد لله دلوقتي بتتعامل مع إدارة محترفة عارفة كويس جدا ان قرار زي ده يعني لا يمت بنادي كبير زي نادي الزمالك، وده ضد مصلحة النادي وده هيكلفك قضية جديدة في الفيفا، واحنا يعني مش عارفين نقول ايه بصراحه. احنا دلوقتي القضايا بقت بالجمله يعني التركه بقت تقيله جدا وبقت صعبه جدا، وانت طول الوقت بتحاول انك انت تحل، طول الوقت ماشي على اساس ان انت بتحاول انك تطور، طول الوقت ماشي على اساس ان انت تدعم، طول الوقت ماشي على اساس ان انت ماشي في الطريق الصح، ولكن فجاه بيحصل معوقات كتير جدا في الطريق، منها الديون الكتير جدا اللي عماله تظهر على النادي. طبعا المجلس الحالي لا يعني لا ذنب له فيها، ولا طبعا الجماهير ولا النادي ولا اي حد له علاقه بصراحه بالغرامات اللي موجوده حاليا على النادي اللي عدت $5 مليون، ولكن يعني عايز اقول لكم ان شاء الله كل ده يتحل، وقدرتنا ان شاء الله بالاتفاق مع سامسون اكينيولا يعني واحده من القضايا اللي اتحلت اللي كان ممكن يحصل زي القضايا اللي قبل كده لو ما كانش الموضوع ده خلص بطريقه كويسه او خلص بطريقه احترافيه. لا احنا الحمد لله دلوقتي بترفع برضو من على عاتقك مشكله تانية كانت ممكن تبقى كبيره، وجهت خطاب الشكر لأكينيولا، والحقيقه زي ما اقول لكم خطوه تحسب لمجلس الاداره، والخطوه دي وفرت كتير جدا على الزمالك فلوس، بقول لكم وغرامات كتيره وفوائد ضخمه، ده غير مصاريف القضايا اصلا اللي انت كده كده كزمالك بصراحه الحمد لله انت في غنى عنها، يعني احنا كده كده احنا دلوقتي في موقف لا نحسد عليه.
وانت طبعا مش متخيلين الرقم ممكن يوصل كام، يعني لسه من ساعات بقول لكم جه ايقاف القيد الجديد للزمالك بسبب غرامه باتشيكو، بقول لكم وصلنا دلوقتي يا جماعه ل 819 الف يورو، وقبلها كان في غرامه خالد بوطيب حلها النادي ووصلت ل 2 مليون و500 الف يورو. فطبعا احنا بنقول لمجلس اداره نادي الزمالك ربنا يكون في عونكم، انتوا بتقودوا نادي في اصعب فتره، ولكن ثقتنا فيكم لا تهتز من اول يوم، وشايفين دوركم على اكمل وجه، وشايفين الغرامات الرهيبه اللي بتطاردنا وبتطاردكم داخل النادي، وهي تركه صعبه جدا، ولكن ان شاء الله انتوا قدها، واكيد لازم يكون في قرار الفتره اللي جايه بسبب الغرامات دي، وان شاء الله نقدر زي ما عملنا قبل كده في العقوبات اللي كانت قبل كده وقدرنا ان احنا نرفعها، ان شاء الله نقدر نرفع عقوبه ايقاف القيد الحاليه، وتم دعم الفريق باي صفقات ان شاء الله الجهاز الفني في حاجه ليها خلال الميركاتو الشتوي اللي جاي باذنك يا رب، ولكن خليكم عندكم ثقه في ان اداره ناديكم ان شاء الله الفتره اللي جايه تقدر ان شاء الله ان هي تحل مشكله باتشيكو زي ما قدرت بالظبط تحل مشاكل كتير، منها انهاء التعاقد بشكل احترافي مع سامسون اكينيولا، وان شاء الله اتمنى ان يتحل كمان مشكله باتشيكو، ولما تتحل مشكله باتشيكو ويتم رفع ايقاف القيد اكيد هيبقى في دعم، واكيد هيبقى في صفقات كمان داخل نادي الزمالك ترضي جماهير نادي الزمالك. وانت دلوقتي عموما بقيت واثق قوي ان الصفقات دلوقتي ما بقتش تيجي بالكم، لا انت الصفقات اللي بتدخل دلوقتي نادي الزمالك صفقات بتيجي بالكيف، هو الزمالك محتاج ايه، الصفقه اللي هتفيد نادي الزمالك، والصفقه بجد اللي هتقدر تديك لسنين جايه، والصفقه اللي بجد الزمالك هيقدر بالفعل فنيا يستفيد منها، الصفقه اللي هتقدر تحقق مع الزمالك بطولات، الصفقه اللي كل مقوماتها تتناسب تماما مع نادي الزمالك مع جماهير نادي الزمالك، صفقات كلها الحمد لله، يعني احنا دلوقتي كسكواد نادي الزمالك سكواد يليق باسم كبير زي اسم نادي الزمالك، سواء كمهارات سواء كعقليه كل حاجه بصراحه يعني. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان لا الوضع دلوقتي داخل سكواد نادي الزمالك مختلف الحمد لله بشكل كبير جدا. خلينا نستقبل تليفون من كابتن احمد عبد الحليم نجم ولاعب نادي الزمالك السابق، خلينا عشان كمان نتعرف منه على رؤيته الفنية لمباراة سموحة بكرة إن شاء الله. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا مهدي. إزاي حضرتك يا كابتن عامل إيه؟ الحمد لله بخير الحمد لله. يا رب دايما. في البداية طبعا عايزة يعني أسأل حضرتك على مباراة سموحة بكرة، وشايف المواجهة إزاي إن شاء الله؟ مباراة سموحة بكرة إن شاء الله هتبقى مباراة صعبة جدا. سموحة فريق مميز. بيلعب كرة قدم متطورة معاه مدرب بيطلع امكانيات اللعيبه اللي هي يعني ما كانتش موجوده قبل كده، وتعامل مع كذا لعيب قبل كده وعمل حاجات كويسه اللي هو احمد سامي مدرب واعد، وعندهم استقرار لان احمد سامي معاهم بقاله مده، فهم فرقه كويسه بيلعبوا بانتشار بيأدوا اللعب الهجومي بشكل كويس، عندهم سرعات قدام، عندهم يعني عندهم فرقه مكتمله كويسه. واخد بالك ازاي؟ ده برضه هيصعب المهم على نادي الزمالك. لان برضو ايه يعني الزمالك هينقص عنصر مهم جدا 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 اتعود فتره متفرقه حوالي 4 أو 5 سنين بنتفرج على موجود زيزو طبع اللعيبه بطريقته واللعيبه اتطبعت بطريقته، فكون انه مش طبعا بصي الزمالك زي ما احنا بنقول ايه انت بتقولي السكواد وكده، بس في لعيبه برضو لهم تاثير فني في الملعب. طبعا اتمنى ان غيابه ما يطولش، واتمنى ان اللعيبه اللي هتلعب تعرف، عندنا مجموعه من اللعيبه الجيده جدا. اخر مباراه المباراه بتاعت البنك الاهلي يعني كان الاداء شويه وشويه، واخد بالك ازاي؟ انما الزمالك حقق المراد وفاز بالثلاث نقط، وده كانت اهم حاجه في كره القدم يعني الفوز بالنتيجه. فان شاء الله بكره ان شاء الله يعني يبقى تيم برضو انا حاسس ان هم في نوع من انواع التركيز القوي جدا 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 للعيبه وللجهاز الفني والاداره. يعني انا بيتهيألي ده منهج جديد دلوقتي ان اللعيبه حاسه بقيمه اللي بيتعمل، وان هم لابد ان هم ينافسوا على جميع البطولات اللي بيلعبوا فيها، وزي ما انت قلتي في لعيبه كويسه جت ووصلت بالاضافه للعيبه اللي كانت موجوده، الراجل عمل بينهم توليفه او كومبينيشن كويس، فان شاء الله يلعبوا دائما على الفوز. تبقى مباراه صعبه لكن بامكانيات الرجاله اللي موجوده، الزمالك بيكسب الماتش اللي فات في اخر دقيقه من الوقت الضايع خلاص، ومكسب طبيعي جدا، مكسب طبيعي جدا، واخد بالك؟ عشان الناس اللي بتشكك وبتتكلم
احنا لسه يعني بادئين الموسم. كانت بقى الحرب الغير طبيعيه. وانا بقول ان الحرب دي على فكره الحرب دي عارفين قيمه نادي الزمالك، يعني هم الخوف من امكانيات نادي الزمالك في الفتره اللي جايه، فبيحاولوا دايما يعني يوقفوا المسيره، واخد بالك ازاي؟ انا حاسس ان خوف من انطلاقه الزمالك القويه امام البنك الاهلي. ما انا بقول لك الفرقه لما تقعدي تتفرجي عليها دلوقتي الفرقه، لا فرقه الزمالك كلها، يعني لو في الحاله الطبيعيه بتاعت معظم اللعيبه الزمالك ان شاء الله هيأدي بشكل هيجيب علامة كويسه قوي. فطبعا ده بيقلق ناس كتير جدا، بس انا بقول يا جماعه الناس ابتدت بدري قوي، يعني ده لسه اول ماتش في الموسم، يعني كل ان الناس لا ترى ان في ضربتين جزاء اتحسبوا لغط غير طبيعي، واخد بالك ازاي؟ والاثنين اتسجلوا، يعني كان لهم تاثير في نتيجه المباراه. بالظبط، في ضربه جزاء لحسام عبد المجيد لم تحسب. ايوه، وعن يجوا في اخر كوره يعملوا الدوشه دي كلها، لا يبقى كده الناس انا خدتها من الجانب الايجابي عاملين في الزمالك. فاللعيبه لازم تكون عارفه ده عشان ينزلوا من اول دقيقه، يبينوا هم ايه وامكانياتهم الفنيه ايه، وان شاء الله يقدروا يخلصوا الماتش بدري، ولكن مع الاخذ في الاعتبار ان في مثلا في مهاجم كويس قوي اسمه حسام حسن موجود في فرقه سموحه، وهو بيلاقي نفسه مع فرقه سموحه. فاتمنى ان برضه المدافعين يبقوا واخدين بالهم بشكل جيد، ما يبقاش في فرصه، لان ننسى فتره من الفترات ان احنا نقفل دايما الثغرات اللي موجوده. طيب كابتن، بما اننا كنا بنتكلم انه جوميز قدر يعمل توليفه قويه جدا بين اللعيبه القدامى وبين اللعيبه المنضمه حديثا لصفوف نادي الزمالك، وانه في لعيبه احنا خلاص احنا بالفعل اتعودنا عليهم ومنهم زيزو، من وجهه نظر حضرتك مين يعوض غياب زيزو بكره؟ لا ما هو بصي اقول لك على حاجه. دائما الرؤيه بتاعه البشر اللي موجودين من بره غير رؤيه الراجل المدير الفني. ليه؟ مثلا انا ما اعرفش التمرين بتاع الفرقه، ما اعرفش الفرقه ايه اللي ممكن الراجل يلعب بيه. وجوميز برضه عودنا على انه في بعض المتغيرات، يعني نبقى حاسين ان الماتش من بدايته هيبدا فلان فلان وفلان، نلاقي في حاجات متغيره. خلاص احنا في بقى في ثقه من الجماهير ومن الاداره في الجهاز الفني، واخد بالك؟ انما طبعا يعني مثلا اللي ناحيه اليمين دلوقتي اللي كان بيلعب اللي فاتت دي والراجل بيستخدمه اللي هو مشلاك، يعني مشلاك موجود ممكن يلعب ناحيه اليمين وممكن يلعب، فالراجل بيتهيألي يعني ما اعرفش طبعا هيعمل ايه، واخد بالك ازاي؟ فممكن يلعب مشلاك ناحيه اليمين بدل زيزو. ومشلاك من اللعيبه على فكره، اللعيبه الاجنحه القديمه، ايوه في حاجه اسمها الجناح القديم اللي هو بيلعب على الخط، واخد بالك ازاي؟ على فكره ده في اوقات كتير جدا بيبقى مفيد، انما بطرق اللعب الحديثه دلوقتي ان لاعب الوسط اللي هو بيلعب على اليمين او على الشمال لازم يلعب على بره ويلعب على جوه ويبقى متحرك، واخد بالك ازاي؟ انما مش لك، انا شايف ان هو لاعب من الاجنحه اللي هي القديمه اللي بيلعب على الخط يعني. فان شاء الله ممكن يكون هو بكره البديل لزيزو، وبرده بس في نوع من انواع الطمانينه لوجود عبد الله السعيد وجود ناصر ماهر وجود دونجا ان شاء الله، وبالتالي مصطفى شلبي ممكن يشارك، شيكابالا هيرجع يخش في التيم، في فتوح، في عمر جابر، في يعني في المجموعه، في المسلوسي، في عواد، في حسن، مش عايز انسى حد. فاحنا عندنا دلوقتي ثقه قويه جدا في اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله ربنا يوفقها. كابتن احمد عبد الحليم، من وجهه نظر حضرتك ايه الصعوبات اللي ممكن تواجه جوميز بكره في المباراه باستثناء طبعا غياب زيزو يعني فنيا؟ هو جوميز هيقابل مدرب كويس، مدرب كويس احمد سامي، انا دايما رايي فيه كده من ساعه ما اشتغل في التدريب، مدرب كويس، امكانيات لعيبه محترمه، فرقه سموحه، واخد بالك ازاي؟ برضو مش مثلا من الفرق اللي بتنزل في ناس، بصي ممكن يبقى بدايه المباراه هم بيحرصوا جدا وعارفين قيمه نادي الزمالك هيلعبوا بشكل ساعي في الاول، انما هم حتى لو لعبوا بطريقه دفاعيه، لا عندهم برضو سرعات قويه جدا في الناحيه الهجوميه. فدي حاجات تقلق اي مدرب، مش جوميز، اي مدرب. وبعدين محققين الماتش اللي فات نتيجه ايجابيه، يعني هم برضو من ضمن الفرق اللي فازت في الجوله الاولى وعايزين يكملوا، واخد بالك ازاي؟ فهتلقي برضو فرقه نازله عندها برضو الحماس بانها تعمل نتيجه كويسه مع نادي الزمالك. بس هو ده يعني انا، انما الحاله الطبيعيه دائما كده الواحد بينشد وهو مدرب، بيشتغل خلاص، اشتغل طول الاسبوع، قال للعيبه كل المعلومات بتاعت فرقته بتاعت فرقه خصم،
المدرب ده بيبقى عايز التوفيق خصوصا لبعض اللاعبين اللي بيحدثوا الفرق. ما هو انت في عندك بعض اللاعبين لو موجودين والمستوى الفني عالي بتاعهم بيأثروا على اداء التيم ككل. اتمنى ان شاء الله يبقى التوفيق والنجاح حليفهم ان شاء الله بكره ان شاء يا الله. يا رب ان شاء الله. كابتن مباراه البنك الحمد لله كانت بدايتنا قويه، وزي ما حضرتك قلت فعلا مستوى الزمالك دلوقتي بقى مرعب لكل او قوي جدا قدام اي فرقه. ازاي الزمالك يستثمر الفوز ده ويستثمر الدوافع دي للفوز بكره، مش بس كمان بكره، كمان للمباريات اللي جايه بعد كده. انت عندك بعد كده، ولكن بعد فتره طويله، بعد فتره التوقف، كمان عندك المصري، وبعد كده كمان عندك مشوارك بقى في الكونفدراليه بلاك بولز. طبعا الماتشات، بصي الدوري العام بطريقته الجديده دي دوري سريع، فقدان للنقط معلش يعني انا اسف في الكلمه ممنوع. هو طبعا كل حاجه موجوده في كره القدم النتائج، بس انت بتلعبي دائما على ان انت تفوزي بالثلاث نقط، لان اي تاخير في وسط الجو اللي احنا عايشين فيه ده، اللي الناس اللي مش سامحه النادي الزمالك يكسب اول مباراه، فانا بقول ايه؟ التركيز. وده على فكره في نوعيه، يعني في جهاز فني مسؤول عن ده، مسؤول عن انه دائما نعيش اللعيبه في حاله تحفز، في حاله فوز دائما. يعني خدي بالك من القصه دي، يعني انا مثلا كمدير كره زي واحد السيد لا اصل انه دائما بيتكلم على اللعيبه على الفوز. كباتن الفرقه اللي موجودين، اذا كان شيكابالا ولا عمر جابر ولا عبد الله السعيد ولا كل الاسماء الكبيره اللي موجوده، دائما تلقي اللعيبه بيجمعوا اللعيبه على كلمه الفوز. واخد بالك ازاي؟ فبرضه دي حاجات بقى، انا بكلمك على مشاعر لعيبه الكوره اللي انا مريت بيها. يعني ان دائما المدرب بيتكلم بيقول وعارف التشكيل، انما ادائي في الملعب والحماس اللي انا هلعب فيه بيبقى نسبه عاليه جدا منه مسؤول عنها اللعيبه اللي موجوده والطاقم الاداري اللي موجود اللي بيتعامل مع اللعيبه. فدي بصي الزمالك الفتره الاخرانيه لعب نهائي كاس السوبر الافريقي وفاز فيه، لعب نهائي كاس السوبر المصري واتغلب بضربات الجزاء، واخد بالك؟ لعب الدوري وفاز في اول مباراه في الدوري. الزمالك ماشي بشكل كويس. لن يسمح لا المسؤولين كاداريين او مدير فني او اللعيبه الكبار ان الزمالك يقل عن كده، فانا عارف ان الجو ده عايشين فيه دلوقتي، اتمنى يا رب ان شاء الله يفضلوا دايما موجودين ويكملوا بقى، يعني الاصابات ترجع، واخد بالك ازاي؟ برضو كل ما هيبقى فيه اضافه فنيه لتيم نادي الزمالك هيزيد من رعب الفرق المنافسه، انا بقول لك اهو من دلوقتي، واخدت بالك؟ وانا عرفت مشاعر الناس اللي بعد الماتش اللي فات بالذات، عرفت المشاعر عايزه ضد نادي الزمالك ازاي. فانا بقول لك اي لعيب زيزو يرجع، الونش يرجع ان شاء الله، احمد حمدي ان شاء الله ربنا، بص كل دول اسماء لما هيرجعوا ان شاء الله هيضيف وهيزودوا قوه وهيخلوا الناس تخاف اكتر من نادي الزمالك، وده اللي انا عايزه بصراحه. بس مشروع، يعني تبقى حاجه مشروعه، ما بقولش ان نادي الزمالك يبقى حاجه مش طبيعيه، لا مشروع جدا، واحنا بنحب الحاجه المشروعه بالظبط. ونفصل تماما عن ما يدار بقى خارج كرة القدم، نركز بس في أرض الملعب، ويبقى ملناش دعوة عموما بأي حاجة بتحصل بره أرض الملعب، تحاول إن هي طبعا تشتتنا عن الثلاث نقاط اللي احنا بنحارب عليهم داخل أرض الملعب. كابتن أحمد عبد الحليم، طبعا حضرتك عارف أنا بعز حضرتك قد إيه، وبحب حضرتك قد إيه، ودايما بستمتع طبعا بكل تحليلات حضرتك الفنية. بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا، ودايما يا رب منورنا هنا في قناة الزمالك، ودايما يا رب منورنا في برنامج أخبرنا. طبعا لا كلام بعد كلام كابتن أحمد عبد الحليم كده يعني. فتعالوا مع بعض، بما أننا كنا احنا وكابتن أحمد عبد الحليم بنتكلم على مباراة مهمة، مواجهة الزمالك وسموحة في الأسبوع الثاني لبطولة الدوري، والماتشات عموما ما بتتنسيش، وماتشات كتير جدا ما بين الزمالك قدام، أو مواجهات كتير جدا للزمالك قدام سموحة. تعالوا مع بعض نسترجع الذكريات دي ونفتكر اللقاءات دي، وبعدها نرجع ونبدأ أخبارنا. على مدار 14 عاماً التقى الزمالك مع سموحة في العديد من المباريات ما بين مسابقتي الدوري وكأس مصر، وشهدت تلك المباريات تفوق الزمالك الواضح. وعلى مدار تاريخ المواجهات هناك العديد من المباريات التي لا تنسى. أول مباراة جمعت الفريقين كانت قبل نحو 14 عاما في الدوري الممتاز، وحقق الزمالك انتصاره الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف،
وقتها سجل للزمالك هاني سعيد وحسين ياسر المحمدي ومحمود فتح الله، وفي مباراة الدور الثاني فاز الزمالك بثلاثية سجلها أحمد جعفر وحسين ياسر المحمدي وشيكا بالا. أول مواجهة جمعت الفريقين في كأس مصر كانت قبل نحو 10 أعوام، وتحديدا في النهائي. ولأنه في مواجهات الزمالك وسموحة دائما ما تكون الإثارة حاضرة، فإن الزمالك انتظر حتى الثواني الأخيرة قبل أن يسجل حازم إمام هدف الفوز باللقب في مباراة لا تنسى. والتقى الفريقان من جديد بعدها بعام في نصف نهائي كأس مصر، وقتها فاز الزمالك بركلات الترجيح وتأهل لنهائي كأس مصر، حيث توج باللقب على حساب الأهلي بعد الفوز بثنائية. وشهدت بطولة كأس مصر المواجهة الثالثة بين الفريقين حين التقى الزمالك وسموحة في نهائي عام 2018، وفاز الزمالك وقتها بركلات الترجيح. وفي الموسم الماضي حقق الزمالك أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين، وقتها فاز الزمالك 5 أهداف مقابل هدف، تاريخ حافل بالذكريات والأهداف بين الزمالك وسموحة والكثير من المباريات التي لا تنسى. بدأت أخبارنا من عند الفريق الأول اللي اختتم تدريباته النهاردة طبعا في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة، واللي هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 5 في إطار الجولة الثانية من الدوري. ومستر جوميز قرر أن الفريق هيخوض مرانه الختامي النهاردة الصبح قبل السفر لإسكندرية. طبعا التدريب الختامي هيكون بيكون الجانب النظري فيه أكتر بكتير من تطبيق خطة المباراة، ولكن كمان مستر جوميز مش عاوز يزود الحمل البدني على اللعيبة، خصوصا مع الإصابات اللي تعرض ليها اللاعبين في الجولة الأولى. احنا بنتكلم في غياب زيزو ومحمد حمدي بعد أول جولة من مباراة البنك الأهلي. طيب النهارده على هامش المران مستر جوميز كان حريص على الاجتماع باللعيبه، واتكلم على اهميه استمرار الانتصارات واهميه عوده الزمالك للمنافسه على بطوله الدوري. احنا حققنا الفوز الاول على البنك الاهلي، ومستر جوميز قال للعيبه ان اهم نقطه في مباراه البنك الاهلي هي عدم تكرار الاخطاء والاستفاده من الغلطات اللي الفريق وقع فيها في المباراه. واخيرا تمنى للعيبه التوفيق في مباراه سموحه، واللي قال انه منافس صعب، والمباراه طبعا هتجمع بالزمالك بكره ان شاء الله الساعه 5. ولكن لا شك انك انت مهم جدا انك انت تحقق الفوز في المباراه بكره. وانا بشوف ان جوميز، ودي قلناها كتير جدا، ان هو بيجيد جدا التعامل النفسي مع اللعيبه، ودايما ان هو مع في كل مران بيتكلم مع اللعيبه، ولكن بالذات الماتش ده مهم جدا. انا بعتبره، وعارفين انتوا، عنق الزجاجه كده زي ما بنقول، ان انت حصل احداث كتير جدا بعد مباراه البنك الاهلي، فالمباراه بكره لا تحتمل اي نوع من انواع التعثر. وكمان انت قبل التوقف الدولي، فمهم جدا انك انت تخلص المباراه بكره وانت مخلص المباراه ومعاك ال6 نقاط بتوعك، لان انت كمان في فتره التوقف الدولي دي انت لازم تستغلها فتره كويسه جدا للزمالك. الزمالك يعيد ترتيب الاوراق مره ثانيه، لان انت بعدها كمان هيجمعك مباريات هامه جدا، عندك المصري، عندك بلاك بولز في الكونفدراليه، فانت داخل على يعني مباريات كتيرة جدا هامة، ومباريات كتيرة جدا كمان صعبة. انت داخل على موسم صعب جدا، لازم كمان تستغل فيه اي فترة توقف هتحصل، لازم الزمالك يجمع فيه اوراقه، لازم الزمالك يعيد فيه النظر، لازم الزمالك اي اخطاء وقع فيها طوال المباريات اللي فاتت دي هتبقى انسب فرصة بالنسبة له. لازم الزمالك يعني يعمل دكة قوية جدا، او يبقى مستعد بدقة قوية جدا، وده مش هيحصل غير في فترة على فكرة التوقف الدولي اللي الزمالك داخل عليها بعد مباراه سموحه. فانت ضروري جدا انك انت يعني عندك اسباب كتير جدا انك انت بكره تكون مخلص المباراه باذن الله وانت كسبان المباراه. المباراه تبقى صعبه؟ طبعا هتبقى صعبه، لان انت بنظام الدوري الجديد مفيش عموما مباراه سهله. وخلينا نتفق اصلا ان اي فرقه، حتى لو كانت طبعا مقصودش سموحه، اي فرقه
ايا كان ايه مستواها، ايا كان ايه مستواها، لما بتيجي تقف قدام الزمالك ولما بتيجي تقف قدام الفرق الكبيره بتبقى عايزه تبين نفسها، لان يعني بيبقى مثلا لو غلبت الزمالك فتقول لك احنا لسه محققين فوز على الزمالك، فبيبقى لا بيبقى عايزين يعملوا عرض كويس جدا قدام الفرق الكبيره طبعا اللي زي الزمالك، فبتبقى عمر المباريات ما بتبقى سهله ابدا قدام الزمالك، وهي كده كده عموما قدام الزمالك مفيش حاجه بتيجي سهله مع الزمالك او بتمر سهله كده مع الزمالك، دايما السيناريو بتبقى صعبة. فأنت مهم جدا بكرة المباراة ركز 100%، حتى لو أنت داخل المباراة وعندك غيابات، الوضع دلوقتي مختلف، عندك لعيبة تقدر تسد لك أي فراغ موجود في الفريق، تقدر تعوض لك غياب أي عنصر من عناصر الفريق. إن شاء الله الغيابات اللي عندنا ترجع لنا بسرعة، ولكن إن شاء الله أهم حاجة إن الزمالك بكرة يقدر يحقق الثلاث نقاط. طيب تعالوا مع بعض نرجع تاني ونكمل باقي اخبارنا. والنهارده مستر جوميز كان حريص على ان هو يتابع اخبار المصابين وعمليات التاهيل اللي هم بيخضعوا ليها، واجتمع مع الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي واطمأن على اخبار المصابين، وطبعا زيزو اللي بيعاني من تمزق من الدرجه الاولى في العضله الخلفيه. دكتور محمد اسامه قال ان زيزو مستمر في اداء برنامجه العلاجي والتاهيلي، وان من المفترض غياب زيزو لمده اسبوعين، وفي احتماليه ان هو يلحق مواجهه المصري البورسعيدي، وده ضمن الجوله الثالثه من الدوري واللي هتكون يوم 23 نوفمبر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله زيزو يرجع لنا بالسلامه، واحد من اهم طبعا العناصر في الفريق زي ما كان لسه بيتكلم كابتن احمد عبد الحليم. طيب تعالوا مع بعض نستكمل باقي اخبارنا. والنهارده ايضا الجهاز الفني بقياده مستر جوميز قرر انه يخصص فقره فنيه للتدريب على التمرير القصير وشارك فيه كل اللعيبه. مستر جوميز اهتم جدا بالفقره دي واللي شارك فيها حارس المرمى، وكان واضح التركيز من جانب المدير الفني واللي كان بيحاول يزود من دقه التمريرات عند اللعيبه. والحقيقه هو اكد للعيبه خلال الفتره دي ان كل ما الزمالك امتلك الكوره ونقلها بشكل صحيح فده بيبعد الخطوره عن المرمى، وكمان بيساعد في فتح ثغره في دفاع المنافس. يعني لو جينا نتكلم على الزمالك مع مستر جوميز او مواجهات الزمالك مع مستر جوميز واجاده مستر جوميز في اجاده التعامل فنيا في المباريات، فنفسيا احنا عارفين هو قد ايه بيعرف يتعامل نفسيا، ولكن اكاد اجزم ان مستر جوميز ده يبقى واحد من اهم بجد المديرين الفنيين اللي جم نادي الزمالك، وهو بصراحه كمان برضو معاه سكواد قوي. يعني هو برضو محظوظ من الناحيه دي، هو مدير فني على اعلى مستوى مع لعيبه ايضا على اعلى مستوى. احنا بنتكلم على شيكابالا، عمر جابر، عبد الله السعيد، فتوح، محمود بنتايج، لا احنا بنتكلم على زيزو، بنتكلم على لعيبه بجد، بنتكلم على لعيبه تقيله كتير جدا، بنتكلم على لعيبه تقيله جدا موجوده داخل فريق الزمالك، لعيبه كنت اتمنى في منهم ناصر ماهر طبعا طبعا ناصر ماهر. انت بتتكلم على لعيبه بتجمع ما بين الخبرات، لعيبه بتجمع ما بين المهارات تعتمد عليهم. انا كمان مبسوطه ولعيبه شباب طبعا، انا مبسوطه كمان دلوقتي بان الزمالك مش بس بيبقى عنده لعيبه تمتلك مهارات، لا لعيبه عندها عقليه، كل حاجه دلوقتي جوه نادي الزمالك تليق بنادي الزمالك، جماهير واعيه، جماهير عاقله، جماهير بتشجع بعقلها الواعي، لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه مهريه، يعني مهما قلت فيهم ان هم لعيبه بتمتلك عقليه احترافيه، لعيبه تشرف، كلام كتير جدا ممكن تقوله دلوقتي على لعيبه نادي الزمالك، جهاز فني على اعلى مستوى. طيب خلينا نستقبل تليفون من كابتن مصطفى ابراهيم نجم ولاعب نادي الزمالك. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا استاذه مها، منوره ومتالقه دايما. ربنا يخليك يا كابتن، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله والله. يا رب دايما. خليني اسال حضرتك في الاول على طبعا مباراه بكره واهميه الفوز امام سموحه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نادي الزمالك طبعا
احنا بنتمنى له التوفيق دايما، وان شاء الله يكون في انتصارات، وان شاء الله يرجع لمنصات التتويج باذن الله. طبعا نادي الزمالك المباراه الاولى في الدوري كانت مباراه مهمه جدا، ان انت البدايه بتاعتك تبقى قويه اللي يبقى فيها مكسب، بتلعب فرقه كبيره وفرقه مصنفه في الدوري العام بيقودها جهاز فني كبير برضو، اولاد نادي الزمالك. طبعا احنا قدرنا نطلع من المباراه دي بمكاسب كبيره جدا. المكسب المباراه قيمه 3 بونت وقوه الدفع، دي جزء، انما الاهم من مكسب 3 بونت قصدناها الحاله النفسيه والمعنويه اللي كنا محتاجينها، لان احنا خارجين من ازمه كبيره جدا كانت في الامارات، ان الفرقه الالتزام بقى النفسي والروح المعنويه والنفسيه ورجوع الناس للفريق دي كانت مهمه جدا، ان انت تبث روح عاليه جدا ودوافع جديده تقود الفرقه لانتصار كبير جدا اللي هو المباراه الاولى بتاعت البنك الاهلي، دي مهمه جدا. ودي طبعا بيتميز بيها مستر جوميز، هو مدرب كبير مدرب واعي بيقدر يحرك الدوافع، والحته النفسيه دي بيشتغل عليها بشكل جيد جدا. الحاله الذهنيه بتاعت اللعيبه واحنا في بدايه الموسم والقدرات الفنيه او الفورمه الرياضيه اللي احنا بنقول عليها، احنا لسه في بدايه الموسم، احنا كل الموضوع عايزين شويه هدوء حوالين الفريق. الفرقه بتأدي اداء كبير جدا، والفرقه بصراحه احنا بنفتخر بلعيبه نادي الزمالك وجهاز نادي الزمالك، وطبعا جماهير نادي الزمالك العظيمه. ان شاء الله مباراه سموحه هتبقى باذن الله نقطه انطلاقه ثانيه ان شاء الله. احنا طبعا المباراه دي مباراه فرقه سموحه بتقدم مباراه كبيره جدا قدام نادي الزمالك، وده طبيعي ان الفرق قدام نادي الزمالك بتخرج احسن حاجه عندها. فريق سموحه طبعا عنده النزعة الهجومية او حتى الخط الامامي ده مميز جدا، وخصوصا بالاضافة عبد الكريم الوادي الفريق سموحة مع حسن، وطبعا اللعيبة الافارقة اللي جات من سيراميكا. طبعا الجزء الامامي ده جزء مهم جدا في سموحة، انما ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك نادي كبير، نادي عظيم ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا في مكاسب حصلت كبيرة جدا المباراة الاولى، انما في خسائر برضه اللي هي زيزو ناصر ماهر، في بعض اللعيبه برضو مش موجوده في المباراه دي. ان شاء الله باذن الله الفريق قادر، ومستر جوميز من المدربين اللي بيقدر يحضر فرقته ولعيبته بشكل جيد جدا، وبيقدر يوظف اللعيبه بشكل جيد جدا. ان شاء الله باذن الله، يعني دي برضو فرصه ان زيزو مش موجود، ممكن مش لك نشوفه ناحيه اليمين، ممكن نشوف شلبي لو يعني فنيا ونفسيا جاهز ممكن يبقى موجود، او ناصر ماهر لو انا سامع ان هو ممكن يكون موجود في المباراه. طبعا المباراه ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك هيأديها بمعنويات ونفسيه مرتفعه جدا. ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك يعني احنا متوقعين منه كتير جدا، لان هو عودنا على الاداء الجيد والعالي. طبعا في مباراه السوبر الافريقي وحتى السوبر المصري ادى اداء كبير جدا. ان شاء الله باذن الله دي الاداء يستمر والمستوى يكون في ارتفاع باستمرار، وان شاء الله كمان الفرقه هتبقى في قوه كبيره جدا بعوده المصابين الونش وعبد الشافي. وانا عايز اقول حته في النقطه دي بعد اذنك، شيكابالا انت لعيب كبير. ايوه طبعا انت لعيب كبير، كلنا بنحبك، جماهير نادي الزمالك بتحبك، انت من اللعيبه المهاريه اللي مش هتتكرر في الكره المصريه. انا سامع ان هو في حاله نفسيه، لا احنا في ظهرك بندعمك، وانت قائد ودورك كبير جدا داخل وخارج الملعب، واوعى حاجه تاثر فيك او اي كلام. ما هو ده يا كابتن اللي هم يعني هو ده بيبقى الغرض دايما، انه شيكابالا نفسيا يتاثر. فاحنا خلي بال حضرتك، شيكابالا له دور كبير جدا طبعا خارج وداخل الملعب، واحنا يهمنا وجود شيكابالا، ان شيكابالا قيمه فنيه كبيره جدا وقائد بمعنى الكلمه. احنا انا بقول الكلام ده لان انا حاسس، كنت لعيب كوره في يوم من الايام وحاسس احساسه ان هو قائد، ويعني اخفق او ما حراسه ضربه جايه، ايه المشكله؟
تحصل في احسن لعبه في العالم. ودي ما تخليكش تفقد الثقه في ان احنا بنحبك وبندعمك. وانت ياما فرحتنا وياما هتفرحنا ان شاء الله. ان شاء الله الجاي احسن. فرقتك لمها زي ما انت لممها، انت وعم واحد وعمر كابر وعم شافي، لم الفرقه زي ما عودتنا. ومهم جدا ان احنا نقفل الروح. طبعا اقفل على نفسك، ما تسمعش اي كلام سلبي ياثر في نفسيتك. بص للايجابي، حط الدوافع الايجابيه، حط البيئه الهاديه اللي تساعدك على النجاح، ركز في شغلك. ان شاء الله في بطولات كتيره جايه شيكابالا هتكسبها لنا، هتكون سبب من الاسباب الرئيسيه اللي تكسبها لنا. انت لعيب كبير، انت لعيب من اللعيبه المهره اللي جت في تاريخ مصر اللي مش هتتكرر. احنا بنحبك وبندعمك، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن لنا الزمالك، وان شاء الله فريق سموحه بنحترمه وبنقدره. انما احنا عندنا نظره بعيده، ان احنا بنبص ان احنا ان شاء الله السنه دي هناخد الدوري العام باذن الله، بمنافسه شريفه مع جميع الفرق اللي موجوده، واداء قوي يليق بجماهير نادي الزمالك وباداره نادي الزمالك وبجماهير نادي الزمالك. ان شاء الله باذن الله نحقق الدوري العام السنه دي، وان شاء الله باذن الله نحقق الكونفدراليه تاني، وان شاء الله باذن الله كل البطولات نكون منافسين بشكل قوي جدا، ونكون احنا اللي بنقف على منصات التتويج. ده مش هيجي يا استاذ ماهر غير بالتركيز، العمل الجاد، الالتزام، وما اشغلش بالي باي حاجه بتحصل بره الملعب بقى. يعني احنا ما لناش دعوه، او انه يحاول البعض ان هو يخليك تركز بقى باللي بيحصل بره الملعب وما تشغلش نفسك بجوه الملعب ويحاول ان هو يوقعك. لازم انت تكون مركز في طريقك بشكل كبير جدا. ده انت البطل ما بيبصش لكل الدوافع الايجابيه، بيحط نفسه في بيئه يساعده على التركيز. ببص للحاجه الايجابيه اللي تاخدني للانتصار، تاخدني للاداء الجيد، ما بصش لاي حاجه سلبيه بتعطلني او بتبعدني عن تركيزي. لان في ناس بتبقى هدفها التشتيت، في ناس بتبقى هدفها ان انت تبعدك عن تركيزك، تعمل مشاكل، تعمل انقسامات. احنا بص، احنا كنا بناخد بطولات امتى؟ لما كان بيبقى فيه هدوء، بنقفل على نفسنا، بنركز في شغلنا، بنبص مشاكلنا ايه بنحلها، ايجابياتنا ايه بنزودها. هو ده البطل، هو ده الطريق اللي بيوصلك للنجاح. ما بصش لاي حاجه تبعدنا عن التركيز او تشتت فكري. فريق نادي الزمالك انتوا اثبتوا ان انتوا لعيبه كبيره، والكلام ده مش كلام. ادائكم في المباريات بتلعب فريق كبير زي فريق النادي الاهلي، وانت الاحسن، وانت اللي بتادي بشكل جيد جدا، وانت اللي الاقرب للفوز. الكوره فيها التوفيق وعدم التوفيق، انما احنا بنحترمكم لأدائكم الكبير، وخصوصا ان انتوا لعبتوا في ظروف صعبه جدا وقدرتوا تتحدوا الظروف دي، وقدرتوا ان انتوا تأدوا اداء عالي جدا. لما تخيل انت بقى لما ظروف تتغير، والهدوء والبيئه والاستقرار واللعيبه اللي بعيد المصابه ترجع، واللعيبه اللي مرت بازمه نفسيه دي ترجع كمان، بص بقى قوة نادي الزمالك هتبقى عاملة ازاي. وجوميز كمان يعمل اعداد لدكة قوية. يعني هو كمان من قريب كل اللعيبة اللي ما شاركتش معاه عمل لهم مباراة ودية امام نادي الشمس. بصي، وادوا اداء قوي جدا، وادوا اداء قوي جدا. اللي انا بقوله ان انت، انا بقول اللعيبة، لعيب اي لعيب في نادي الزمالك، انت بتلعب في نادي كبير، بترتدي تيشيرت وراك ملايين بتشجعك وبتساندك وبتدعمك، لازم تحس بقيمه التيشيرت ده وبقيمه الجماهير دي علشان تنزل الملعب زي ما بنقول تاكل النجيله، عشان تسعد الجماهير اللي واقفه في ظهرك واللي بتدعمك على طول الخط. ولازم يبقى اللعيبه اللي موجوده، مستر جوميز بيحضر اللعيبه بشكل جيد جدا، عندنا محمد السيد ان شاء الله خامه طيبه جدا، عندنا زياد كمان ان شاء الله باذن المباريات اللي جايه يكون ان شاء الله يؤدي اداء قوي جدا. عندنا لعيبه في قطاع الناشئين يعني واعده بشكل كبير جدا. فان شاء الله باذن الله، انا متفائل ان شاء الله باذن الله، ربنا ان شاء الله باذن الله. احنا بس نهدى، الجماهير طبعا في ظهر النادي دايما، نوفر البيئه والهدوء والاستقرار. صدقيني نادي الزمالك
اي رياضي بيحب مصر يهمه ان نادي الزمالك يكون واقف على رجليه، ان نادي الزمالك ده ركن اساسي للرياضه المصريه. طبعا مش ان انا ببص نادي الزمالك، لا، نادي الزمالك ده لما بيفوق هو النادي الاهلي، هم المنتخب مصر بيفوق، منتخب مصر بيبقى قوي جدا. فلاي رياضي بيفكر بعقل وبمنطق وبيحب مصر يهمه ان نادي الزمالك يكون في اقوى معدلاته، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه نادي الزمالك هيعود بقوه لمنصات التتويج. يا رب ان شاء الله. كلنا في ظهر النادي، كلنا بندعم النادي، كلنا بنتمنى لهم التوفيق زي ما عودتونا في المباراه اللي فاتت. ان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن، وان شاء الله احنا في ظهركم، يا رب. وان شاء الله باذن الله الانتصارات جايه، وربنا يوفقنا دايما ان شاء الله. انا بشكرك جدا كابتن مصطفى ابراهيم، بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا. طيب خلونا نستقبل تليفون تاني من كابتن حماده طلبه. مساء الخير يا كابتن. كابتن حماده حضرتك معانا؟ حضرتك سامعني؟ كابتن حماده طلبه. ايه؟ ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ انا مس يعني الشبكه عند حضرتك بتقطع كده. كويس. طيب ولا اطلع بره؟ انا اصلا قاعد في المطعم، بس استني ما اطلع بره. ماشي، بس كلميني بسرعه بقى قبل ما الخط يفصل. يعني ان شاء الله مش هيفصل يا كابتن، يعني حضرتك كده سامعني؟ انا كده سامعك. انت سامعني؟ مين معايا؟ طيب مهتمي ايه؟ مين اللي معايا؟ انا مها صبري يا كابتن. مها، ازي صحتك؟ عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله يا كابتن. حضرتك عامل ايه؟ صديقك كده يا رب. حبيبي يا كابتن، حضرتك عامل ايه؟ ربنا يوفقك. منورنا يا رب. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا كابتن. في البدايه كابتن طبعا عايز اخد رايك في مباراه البنك الاهلي للزمالك، قدام الزمالك قدام البنك الاهلي. شفت اداء الزمالك ازاي، وازاي الزمالك يستثمر الفوز ده لمباراه سموحه يا رب ان شاء الله بكره؟ خلينا اول نرحب بيه كمان، شخصيه محترمه ودايما متالقه كده على طول، والحمد لله الواحد بيبقى سعيد جدا لما بيعمل مداخله في قناه الزمالك. حضرتك على طول منورنا يا كابتن، بيتك. ربنا يخليك كمان. طبعا بتمنى طبعا التوفيق ان شاء الله باذن الله لفريق نادي الزمالك بكره. هيبقى ماتش كبير وماتش صعب جدا، هتلاعب فرقه محترمه مع مدير فني محترم كابتن احمد سامي. دايما بنقول البدايات دي مهمه جدا. انا الحمد لله اللي احنا عملنا مباراه كبيره طبعا قدام البنك الاهلي. الفرقه اللي بجد انا شايف اللي من الفرق الجامده جدا جدا هو البنك الاهلي، معاهم مدرب كبير جدا الكابتن طارق مصطفى، وكان ليا الشرف ان انا اشتغلت معاه. راجل عنده فكر كبير جدا، راجل بيطور من نفسه بشكل كويس. شايفين كان في المغرب ليه بصمه كبيره في المغرب. لما جه الدوري المصري لا، عمل طفره كبيره في البنك الاهلي. الحمد لله احنا عملنا مباراه كبيره قدامهم، وكانت مباراه كويسه ومباراه يعني لما تخلص 3-2 يعني المباراه كانت متعه بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، وبدايه كانت كويسه جدا في الدوري المصري. خلينا نتكلم طبعا يعني هنتكلم على المباراه بتاعت بكره، مباراه مش عاوزين نتهاون بيها. احنا طبعا بدانا الدوري بفرقتين كبار، ودايما البدايات مهمه. الله يخليك، البدايات مهمه بالنسبه للفرق الكبيره، والحمد لله احنا لعبنا فرقتين كبار. اتمنى ان شاء الله بكره باذن الله يكون المدرب مذاكر كويس سموحه. زي ما بقول لك الفرقه ديت برضو اخذت 3 بونت الماتش اللي فات، كانوا لعبوا ماتش كبير قدام الحرس. المباراه برضو كانت عماله تروح وتيجي، طبعا الفرقه لسه صاعده. الحرس كابتن احمد سامي دار المباراه بشكل كويس جدا، مدرب ذكي بيعرف يغير. لازم يكون المدرب اخد باله من كل الكلام ده طبعا يا كابتن. كابتن حماده حضرتك واحد من اللعيبه اللي جماهير نادي الزمالك لحد دلوقتي يعني متعلقين بيهم جدا ومرتبطين بيهم جدا، وانا طبعا يعني واحده منهم وحضرتك عارف حاجه زي كده. قد ايه دور الجماهير الفتره اللي جايه مهم جدا، وبالذات كمان في مباراه بكره، خاصه ان الدوري الموسم ده موسم استثنائي. خلينا طبعا بشكرك طبعا معها. خلينا نقول ان جمهور نادي الزمالك ده جمهور عظيم، ودايما انا بحب اردد الكلمه ديت، وبقول ان جمهور نادي الزمالك هو السند الحقيقي لفريق نادي الزمالك. ودوت هو السند بجد، يعني الجمهور ده لازم نرفع له قبعه بصراحه. في الحزن بيشجع، في المكسب بيشجع. لا، جمهور عظيم، ولازم فعلا جمهور وافي زي ما الناس بتقول. احنا بالنسبه لنا انا كنت اتمنى اكون الفتره ديت متواجد في نادي الزمالك، اشوف الجمهور وهو بيشجع من قلب الملعب، اشوف الجمهور. احنا طبعا كانت بيورنا ظروف اللي احنا ما كانش فيه جمهور بيخش الملعب. كنت اتمنى
يعني الماتش الوحيد اللي لعبته قدام جمهورنا الزمالك كان هو ماتش 3-2 بتاع السوبر اللي هو في الامارات. خلينا نقول الحمد لله اللي احنا مدينا جمهور عظيم زي جمهور نادي الزمالك. ودي ما زي ما بقول لك كمان هو فعلا فعلا احنا الفتره اللي فاتت ديت شايفين حتى لما خسروا بطوله السوبر المصري لا بيساندوا لا بيساندوا وبيشجعوا وبيدعموا الفرقه. لا لا بجد 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 انا بتمنى ورساله للعيبه كلها اللي انتوا وراكم جمهور عظيم لازم دايما لازم تفرحهم لازم تقاتل عشانهم. بتمنى لهم طبعا التوفيق ان شاء الله باذن الله ماتش بكره باذن الله. رايك ايه في الزمالك مع جوميز؟ لا جوميز من المدربين الشاطره يعني انا واحد من الناس يعني مدرب زي ما بيقولوا بتاع بطولات. المدرب ممكن في شويه مشاكل عنده بس مدرب ذكي بيعرف يتعامل مع البطوله بشكل كويس جدا. يعني احنا شايفين بيأدي ما شاء الله عمل بطوله السوبر الافريقي على اعلى مستوى عمل بطوله الكونفدراليه على اعلى مستوى. الماتش اللي فات بتاع السوبر المصري ادى ولعب وعمل مباراه كبيره. لا مدرب بيعرف يتعامل مع البطولات بشكل كويس جدا لازم نديله الدعم كله ولازم نقف ونسنده. مدرب معلش برضو عصر نادي الزمالك في ظروف كانت صعبه وبصراحه هو برضو زي ما الناس كلها بتسنده لا هو ساند برضو نادي الزمالك ووقف جنب نادي الزمالك. انا من المدربين اللي انا بحبها على المستوى الشخصي مع جهاز محترم مع الكابتن احمد مجدي حاجه جميله وابن النادي زي ما بيقولوا عبد الواحد السيد لامي بالدنيا. لا لا مدرب شاطر واتمنى له طبعا التوفيق باذن الله. هو هنقصه بس ان شاء الله باذن الله في الدوري ناخد دوري ديت هتبقى كبيره بالنسبه لنا ان شاء الله. اللي بينقصه عشان ياخد بقى المشوار الدوري بينقصوا طبعا اللعيبه ان شاء الله باذن الله. انت عارفه البطوله احنا لعبنا كام بطوله ورا بعض وفي حمل عالي جدا جدا للعيبه. يعني احنا ما اخدناش راحه ما عملناش الاستشفاء المطلوبه ما عملناش الراحه المطلوبه للفرقه. يعني نتيجه كمان اللي انت شايفها زيزو النهارده زيزو ربنا يكون في عونه لعيب بيلعب ال 90 دقيقه بيعمل كميه سبرنتات غير طبيعيه بيتحرك في كل حته. يعني لعيب مهم جدا جدا بالنسبه لنا زيزو وانت شايف النهارده انت بيغيب عن المباراه بكره دوت برضو حاجه برضو تحزن طبعا. انما خلينا نقول طبعا لا ينقصوا الراجل ينقصوا مراكز طبعا. مين يعوض غياب زيزو بكره يا كابتن؟ والله احنا زيزو ما فيش حد يقدر يعوض غيابه. زيزو بتربطه علاقه كويسه جدا بنادي الزمالك بجمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك عنده ثقه في زيزو طول الوقت. اللعيبه ذات نفسها عندها ثقه في زيزو. يعني حتى لما زيزو كمان ما يكونش متواجد اللعيبه بتكون زعلانه. يعني احنا النهارده غياب زيزو هيبقى صعب علينا بكره هيقل كتير جدا من زيزو. بس اللعيب اللي موجود ان شاء الله يقدر يقاتل ان شاء الله. اي لعيب يلعب في المكان دوت يقاتل عشان خاطر جمهور نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك. بس احنا عندنا ان شاء الله باذن الله لعيبه لعيبه عندها خبرات ان شاء الله باذن الله يقدروا يلموا الدنيا. انما عندنا انا ميسي رساله لشلبي اقول له انت لعيب كبير ولعيب كويس لازم يكون عندك ثقه في نفسك. ما بحبش انا اللعيب اللي بيمشي سطر ويسيب سطر. دايما اللعيب الكويس اللي بيبقى محافظ على مستواه. دايما كان الله يمسيه بالخير الكابتن احمد حسام ميدو كان يقول لك اللعيب اللي بيجيب لي 7 من 10 طول الوقت هو ده اللعيب اللي بالنسبه لي المهم. مش لعيب النهارده يجيب لي 1 من 10 ولا و10 من 10 لا ده لعيب اداؤه متذبذب. انما خلينا نقول اللي انت شلبي لعيب كبير ولعيب مهم جدا بالنسبه لنا. اتمنى لك طبعا التوفيق. عندنا لعيبه طبعا زي ناصر ماهر حاجه محترمه عبد الله السعيد. لا انا مش عاوز انت حد اللعيبه كلها بتأدي بشكل كويس جدا وبتمنى لهم طبعا التوفيق. انت فرقه كبيره حتى لو لعيب غاب اتمنى ان شاء الله اللي باذن الله اللعيبه كلها تشيل بعض. عندي معلومه يا كابتن ان شاء الله بكره الثنائي يعني دونجا وشلبي ان شاء الله هيكونوا متواجدين في التشكيل بكره في المباراه وهيكونوا مشاركين في المباراه بكره امام سموحه. اكيد طبعا ده خبر حلو طبعا لجمهور نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك. عندنا طبعا دونجا لعيب كبير وغيابه كان مؤثر بشكل كبير في الماتش اللي فات. ما عندناش احنا رقم 6 كويس. اتمنى ان دونجا يبقى ليه البديل الصح. يعني محمد شحاته بصراحه انا عاوز ابصم له بالعشره اللي هو لعيب كبير جدا 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 عمل مباراه كبيره الماتش اللي فات والناس كلها اشادت بيه. يعني من اللعيب بس هو لعيب جوكر ولعيب مهم جدا لجماهير نادي الزمالك. بس انا محمد شحاته في الحته ديت ان شاء الله يكون له مستقبل كبير. يعني انا شايف دونجا ومحمد شحاته في الحته ديت هيكسروا الدنيا باذن الله. انا شايف دونجا ديت رجوعه مهم جدا للفرقه. دايما بيربط بين عبد الله السعيد وناصر ماهر وخط الظهر. احنا نقصنا الحته ديت
لازم يبقى فيها لعيبه خبرات. زي ما بقول لك احنا برضو بنقصنا الحته التهديفيه، لازم الحته الفرو دي تبقى مهمه بالنسبه لنا، ان احنا نقدر نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك يبقى لازم الناس كلها تركز، اللي يبقى عندك فرود. اتمنى اللي يكون عندي فرود زي عمرو زكي، كان لعيب بالنسبه لنا، كان لعيب مهم، بتطلع تبني عليه الهجمه بشكل كويس جدا طول الوقت. كان عندنا كمان مصطفى محمد، عندنا مصطفى محمد وعندنا عبد الحليم علي، وعندنا كان الناس طبعًا. اللي انا بقول لك عليهم ديت، الناس ديت بجد بجد اتمنى فرود يبقى بنفس الامكانيات ديت، دي مهمه بالنسبه لنا جدا. وان شاء الله مع رجوع الونش كمان الدنيا تبدا تتظبط. لا نادي الزمالك ينقصه كم مركز، وان شاء الله باذن الله نشوف الفرقه بتأدي بشكل كويس جدا باذن الله. بذكر الونش يا كابتن، وبذكر ان حضرتك طبعا كنت واحد من اهم المدافعين داخل نادي الزمالك، يعني لو هاخد رايك في المنظومه الدفاعيه او خط الدفاع داخل نادي الزمالك دلوقتي. خلينا طبعا نشيد بالناس اللي موجوده، مش هنيجي على حد بصراحه. المسلوسي طبعا بيلعب في مكان غير مكانه، الراجل اساسا باك رايت، انما لما يؤدي بشكل كويس جدا وبيجتهد في الحته ديت، لا بقى جامد في الحته ديت وادى بشكل كويس. وبيقول لك نادي الزمالك دايما بيبين امكانيات اللعيب. انا كنتش راجل، انا كنت بلعب باك رايت وبلعب مساك، لقيت نفسي باك ليفت والحمد لله كانت وشي اتساعد عليا وكنت موجود في منتخب مصر. دايما جمهور النادي انت لعبت برضو يا كابتن باك ليفت، ومش هنسى طبعا انت عارف كرة نيجيريا. والله انا لعبت في كل حته مش هنساها ربنا يخليك. خلينا طبعا نقول ان نادي الزمالك جمهوره دايما بيساند اللعيبه بشكل كويس. الناس كلها كانت في الاول جايه على المسلوسي، النهارده المسلوسي من نجوم الفرق. عبد المجيد الفتره اللي فاتت كان بعيد عن مستواه، ادى بشكل كويس. الراجل اجتهد واشتغل على نفسه كويس. لا خلينا نقول الحته بصراحه بدات تتظبط وبدا يلعبوا مع بعض بشكل كويس جدا. مع رجوع الونش باذن الله هيبقى عندك خط ظهر قوي. رجوع عمر جابر حاجه محترمه وحاجه مشرفه. راجل بصراحه بيأدي بيبذل كل نقطه عرق لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. ده لعيب خبره ولعيب من كباتن الفرقه. مبسوط جدا بصراحه من خط الظهر. لا الفتره اللي فاتت بصراحه أدوا بشكل كويس جدا مع الفرقه. وبصراحه مستوى عواد كمان حاجه تفرح. يعني ايه رايك صح في عواد، وان هو عواد كمان يعني كان بقاله فتره ما بيشاركش، وفجاه بعد اصابه صبحي ظهر بشكل يعني هايل جدا في السوبر الافريقي. خلينا نقول طبعا عواد جون كبير، وانا كنت لعبت معاه في منتخب مصر برضو من الاجوان اللي عندها خبرات. بصراحه لما يكون الاجوان دايما لازم تشارك بصفه اساسيه على طول يا مها. انما خلينا نقول عواد لما اتحط في موقف ده بقى اللاعب الخبره، ده اللاعب اللي عنده ثبات. الراجل ادى بشكل كويس بصراحه، بقت تربطه ثقه كبيره جدا بينه وبين جمهور نادي الزمالك وبينه وبين اللعيبه. لعيب جون بيشتغل بصمت، ملوش دعوه بحد، الناس انتقدته برضه بيشتغل، واذا ربنا ما ضيعش تعبه واداله على قد تعبه بصراحه في البطولة اللي فاتت ديت بتاعة السوبر الافريقي. وبصراحة هو جون جامد، يعني هو جون لازم يصدق اللي هو انت جون جامد. اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون متواجد في منتخب مصر باذن الله. يا رب ان شاء الله متواجد في منتخب مصر. انا اتمنى له كمان ان هو يشارك، يعني هو كمان يستحق ان شاء الله ان هو يكون اساسي. اكيد طبعا هو جون ان شاء الله باذن الله يبقى جون منتخب مصر الاساسي بامر الله. اخر سؤال يا كابتن عايز اساله حضرتك، او اخر حاجه عايزه حضرتك يعني تقولها، وهي كلمه لحضرتك طبعا لقائد فريقنا طبعا شيكابالا قائد الفريق. اخر حاجه بس حضرتك حابب تكون تقولها له النهارده. والله ما انا كلامي مجروح طبعا، انا ما ينفعش ان انا اتكلم على شيكابالا ولا اقيم شيكابالا. شيكابالا مش انا اللي اقيمه ولا حد يقيم شيكابالا. شيكابالا تاريخه في نادي الزمالك ومن الناس فعلا الاساطير اللي موجوده في نادي الزمالك. لعيب اسطوري، لعيب جامد، لعيب في كل المواهب اللي موجوده في مع زي ما بيقولوا بلغه الكوره معجون كوره. يعني راجل في كل الضغوط اللي حواليه ديت وبيأدي وبيشتغل مع نادي الزمالك. عاوز اقول له شيكابالا انت لعيب كبير وما فيش حد يقدر يهدم اسم شيكابالا، ما فيش حد يقدر يهدم شيكابالا نفسه. شيكابالا من الناس اللي عندها خبرات، راجل قوي. كان ليا الشرف طبعا ان انا لعبت مع شيكابالا يوم من الايام. راجل كل اللعيبه بتحبه، كل اللعيبه بتبقى مش هقول لك الجمهور نادي الزمالك بيحب شيكابالا ازاي. بتمنى له طبعا التوفيق يا شيكابالا، وانت تقدر تلعب لغايه اقصى حاجه عندك، ولما تحس ان انت مش قادر قول انا مش قادر، انما انت لغايه دلوقتي تقدر تلعب طبعا. تقدر تكسر الدنيا وانت راجل من كباتن الفرقه. اكيد. اخيرا يا كابتن ان شاء الله توقعاتك لمباراه بكره. نادي الزمالك باذن الله دايما بنقول في غلوة الكره المكسب بيجيب مكسب. ان شاء الله باذن الله احنا قدها باذن الله. احنا عندنا لعيبه كبار وعندنا لعيبه خبرات والحمد لله. كان الفتره اللي فاتت ما كانش عندنا الحته بتاعه نص الملعب ديت
زي دلوقتي احنا عندنا ما شاء الله اكثر من لاعب في نص الملعب بيأدي بشكل كويس. عندنا ما شاء الله شايف الماتش الاولاني ناصر ماهر وناصر وعبد الله السعيد كانوا بيأدوا ازاي، ولاعب زي ما بيقول لك الكره فعلا في السن بس في البطاقه، انما عبد الله السعيد من اللعيبه الكبار، من اللعيبه اللي هي بتقدر تاخد مكان صح، بتربط ما شاء الله، عنده رؤيه في الملعب غير طبيعيه. ان شاء الله باذن الله باللعيبه الموجوده دي ان شاء الله مكسب لنادي الزمالك. انا بشكرك جدا يا كابتن، واسفه يعني عطلت حضرتك طبعا عن المطعم، يعني وجود حضرتك في المطعم، وسعيده جدا بوجود حضرتك معايا. بشكر حضرتك جدا كابتن حماده طلبة، نجم ولاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق. طيب خلونا نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونستكمل باقي اخبارنا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين مع أخبار الزمالك. وأعلن قيس اليعقوبي المدير الفني لمنتخب تونس قائمة الفريق اللي بتستعد لخوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025. وشهدت القائمة تواجد حمزة المسلوسي مدافع الزمالك اللي هينضم لمعسكر منتخب بلاده بعد مباراة سموحة في فترة التوقف الدولي. حقق منتخب تونس الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر في مباراة في التصفيات، وبيحتل منتخب تونس صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى تصفيات أمم أفريقيا برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن منتخب جزر القمر اللي بيأتي في المركز الثاني. طبعا بنبارك لحمزة المسلوسي، وده مثال لكل مجتهد نصيب. الحقيقة ان حمزة المسلوسي واحد من اللاعبين اللي انا فرحانة لهم جدا ان هو انضم للمنتخب التونسي، وكان واحد من اللاعبين بصراحة اللي يستحق. ودايما كنت بسأل نفسي هو ليه حمزة المسلوسي مش موجود مع المنتخب التونسي، والحقيقة ان فرصته جات له ان شاء الله يتألق بشكل كبير، واتمنى طبعا التوفيق ليه هو وكمان وسيف الدين الجزيري مع منتخبهم التونسي. وده دايما نادي الزمالك بوابة لكل اللعيبة ان هم ينضموا لمنتخباتهم. يعني دايما لما تلاقي نفسك بتبقى مجتهد وتشتغل على نفسك وتلاقي نفسك ماشي بشكل كويس جدا، ده بيفتح لك باب تاني مع منتخب بلادك. احنا بس مش بنتكلم طبعا على المنتخبات الاخرى، حتى بنتكلم على منتخبنا الوطني عموما. انت لما بتجتهد بتشتغل على نفسك بتلاقي نفسك وجودك يعني او مكانك موجود مع المنتخب الوطني، وده اللي حصل مع حمزه. وحمزه بصراحه من اللعيبه اللي تستحق، يعني لو بصيتوا لبدايات حمزه المسلوسي مع الزمالك البدايات كانت مش احسن حاجه، ولكن هو من اللعيبه اللي اشتغل على نفسه بشكل كويس جدا لحد ما دلوقتي بقى واحد من اهم المدافعين داخل نادي الزمالك. التزم، اجتهد، طور من نفسه، بيسمع كويس جدا لكلام المديرين الفنيين، لا غنى عنه. الاول كانت الجماهير تقول لك لا حمزه المسلوسي، لا دلوقتي جماهير نادي الزمالك لو حمزه المسلوسي بعد الشر اتصاب، حمزه المسلوسي حصل له اي حاجه مش موجود في المباراه، بيحصل لهم نوع من انواع القلق انه فين حمزه المسلوسي. والحقيقه ان انا بشوف ان ده كمان بيحصل دلوقتي مع حسام عبد المجيد، وحاجه تفرحنا ان انا شايفه ان حسام عبد المجيد دلوقتي برده من اللعيبه اللي بيشتغلوا على نفسهم جدا وبيطوروا من ادائهم جدا، وده اللي انا ببقى عايز اشوفه عموما مع كل اللعيبه. وده يخلينا نروح لنقطه مهمه جدا، انك لازم تصبر على اللعيب اللي عندك. اي لاعب بيبقى لسه بيبدا، لسه جاي، لسه بيبدا، لسه طالع من قطاع الناشئين، لسه منضم حديثا لصفوف نادي الزمالك، لسه ما انسجمش بشكل كبير، لسه ما اخدش على اجواء المصريه، لسه ما اخدش على اجواء الزمالك، لسه ما اخدش على اجواء الفريق، لسه ما اخدش على اجواء المدير الفني، لسه ما اخدش على الاجواء عموما. محتاجين ان احنا نصبر عليه اكتر. بيبقى ده جانب من عندنا احنا، ان احنا لازم نصبر على اللاعب ده لحد ما يندمج مع الفريق، زي ما احنا شايفين دلوقتي دونجا، زي ما احنا شايفين دلوقتي حمزه المسلوسي، زي ما احنا شايفين دلوقتي مصطفى شلبي. ولينا بقى كتير جدا من اللعيبه اللي دلوقتي ماشيين بشكل كويس جدا مع الزمالك، بشكل كويس جدا الحمد لله، ولا غنى عنهم مع الفريق. على فكره من ضمنهم كمان زيزو. زيزو من اللعيبه برده اللي اول ما جت ما كانش احسن حاجه، دلوقتي زيزو احسن لاعب في الدوري المصري كله موجود عندك انت داخل صفوف الفريق، داخل نادي الزمالك. اسطوره الكره المصريه دلوقتي جوه نادي الزمالك شيكابالا. عموما
الصبر مهم جدا. كونراد مثلا دلوقتي من اللعيبه برضو اللي احنا محتاجين نصبر عليهم بشكل كبير جدا، لان الناس بتتكلم ان هو لسه ما انسجمش بشكل كبير جدا مع الفريق. لا، لسه من اللعيبه محتاجين نصبر عليه شويه، هو وسيدين داي وعمر فرج، لسه في لعيبه محتاج ان انت تصبر عليهم. وهم كمان بيبقى عليهم جانب اخر ان هم يطوروا من نفسهم او يشتغلوا على نفسهم اكتر. يعني انا هصبر عليك لحد ما انت تبقى اعظم لاعب داخل نادي الزمالك، تمام؟ تمام. انت كمان كلاعب محتاج تثبت نفسك، وبالذكر ان احنا دلوقتي الصوره يعني جايبه معانا عواد، عواد من اللعيبه. خلينا نبعد عن بقى ان هو حارس مرمى، خلينا نتكلم على شخصيه لاعب او عقليه لاعب. عواد من اللعيبه الصبوره جدا، عواد كتير جدا كان ما بيشاركش كتير جدا، ولكن انا لا اذكر مره عواد مثلا شارك فيها كان مش قد المهام، او مره عواد تخاذل، او مره عواد اتكلم، او مره عواد قال ان هو متضايق، او مره عواد قال اي حاجه. بالعكس، عواد طول الوقت كان اللاعب الملتزم اللي بيتمرن، اللي شغال على نفسه، الصبور، اللي مستني الفرصه عشان تيجي، عشان يثبت نفسه، الى ان تيجي الفرصه عشان يثبت نفسه لجماهير نادي الزمالك ويبقى عواد هو الاصل واحسن جون في مصر في الوقت الحالي، واذا جت فرصته. فانت كلاعب برضو بيبقى عليك عبء اكبر، انك انت اللي محتاج كمان تثبت نفسك، انت اللي محتاج برضو انك انت تستغل الفرصه، تتمرن اكتر، تطور من نفسك اكتر، الى ان تاتي الفرصه، الى ان تثبت نفسك، الى ان يجي الوقت اللي جماهير نادي الزمالك تقول لا اللاعب ده بجد لا غنى عنه، والمدير الفني يقول اللاعب ده لا غنى عنه كمان في ارض الملعب. انت اللي تثبت اقدامك، ودي ميزه كمان عند جوميز، ان هو بيعتمد على اللعيبه اللي هي بتثبت نفسها، ما عندوش اي مواقف شخصيه. انت في التمرين ماشي كويس، بتلتزم بالتعليمات، بتطور من نفسك، ماشي بشكل كويس، خلاص انت بالنسبه لي كده موجود في التشكيله، بتنفذ التعليمات، الجمل الفنيه، كل حاجه بتنفذها لي بشكل كويس، ملتزم، بتنام كويس، بتاكل كويس، ذهنك صافي، ما بتشغلش بالك، ما بتسهرش، كل الحاجات دي، كل المقاومات دي مهم جدا المدير الفني. كل دي عوامل على اللاعب نفسه، انت نفذتها خلاص، مهم بقى جدا بقى ايه ده عليك الفتره الجايه، انت في ارض الملعب خلاص انت اثبتت نفسك للمدير الفني، فبالتالي هتثبت نفسك كمان للجماهير، فخلاص انت بقيت من ضمن اللعيب الاساسيه. انا بشوف ان لاعب مثلا زي عبد الله السعيد مش بس لعيبه الزمالك الصراحه، ولكن ممكن لعيبه الدوري كله او اللعيبه اللي لسه طالعه كمان محتاجه تاخد عبد الله سعيد نموذج، نموذج كده يحتذى به. ناخد كده عبد الله سعيد ونبتدي نتعلم منه. عبد الله سعيد التمرين بيخلص ويقعد يتمرن مع نفسه، يقعد يمرن نفسه ويطور من نفسه. هل عبد الله سعيد محتاج ان هو يطور من نفسه؟ اكيد لا، مفيش اصلا زي عبد الله سعيد، ولكن عبد الله سعيد بيقعد يشتغل على نفسه، عبد الله سعيد بيقعد يطور من نفسه. فالعقليه زي عبد الله، العقليه ما بتتكلمش كتير، عقليه اللي كلامها قليل جدا. فعقليه عبد الله السعيد بمهارات عبد الله السعيد، اعتقد ان نموذج عبد الله السعيد ده تاخده وتبتدي انك انت بقى تطبق عليه كل اللعيبه. يعني اتمنى يبقى عندنا نوعيه وعقليه عبد الله السعيد كتير جدا في الزمالك بصراحه، لان انا ما يهمنيش غير الزمالك الصراحه. ماشي، احنا كده نكون خلصنا اخبار نادينا، تعالى مع بعض نروح لمجموعه من الاخبار المتنوعه. أكد المتحدث باسم البرازيلي فينيسيوس نجم ريال مدريد الإسباني إن مفاوضات ناديي الهلال والأهلي السعوديين لضم اللاعب متوقفة حاليا، وقال لصحيفة الرياضية السعودية إنه لم تحدث أي اتصالات من جانب أي ناد سعودي منذ أغسطس اللي فات، وردا على إمكانية موافقة اللاعب على الانتقال إلى الدوري السعودي، قال إنه من المستحيل يتكلم في الأمر ده، خاصة إنه مفيش أي عروض متقدمة له حاليا، وإنه بيرفض إنه يعلق على أي شائعات، لأنه كل شيء بيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية.
صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كشفت أن إدارة نادي ريال مدريد استقرت على عدد من الأسماء المرشحة كبدلاء محتملين للمدرب الإيطالي أنشلوتي في حال استمرار النتائج السيئة للفريق، وعجز المدرب عن تحسين النتائج بعد البداية السيئة للموسم. صحيفة الإسبانية قالت أن الأسماء المرشحة بقوة لتولي مهمة تدريب ريال مدريد هم زين الدين زيدان، يورجن كلوب، تشافي، وأوضحت الصحيفة أنه ليس هناك أي رغبة داخل ريال مدريد في إقالة أنشيلوتي، وأنه لا يزال هناك حوار وعلاقة جيدة قائمة مع المخضرم الإيطالي على أمل النجاح في تعديل أداء الفريق وتحسين النتائج. استقبل تليفون من كابتن كريم ذكري نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. طبعا كان المفروض كابتن كريم ذكري يكون معانا النهارده ضيف، ولكن نظرا لحدوث بعض الظروف الطارئه طبعا يعني تعثر وجوده النهارده معانا ضيف، ولكن هو معانا في مداخله هاتفيه. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا ماء، اخبارك ايه؟ زي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا يعني نظر حضرتك المفروض كنت يعني تكون معانا، فيعني هنتناقش في مباراه بكره هاتفيا، واكلم حضرتك على اهميه مباراه بكره واهميه الفوز طبعا على سموحه، وايه الصعوبات اللي ممكن تواجه جوميز في مواجهه سموحه غدا. انا طبعا في الاول بتاسف لك طبعا، لكن الموضوع خارج عن ارادتي خالص والله، يعني ساعتين على الدائري لغايه دلوقتي. ولا يهمك يا كابتن. طبعا مباراه صعبه، مباراه صعبه جدا على لعيبه الزمالك، على مستر جوميز، كمان ان الزمالك عنده غيابات، واهم الغيابات زيزو. انا شايف زيزو طبعا يفرق مع الزمالك بشكل كبير جدا، لكن الفريق البطل دايما بيدور على حلول. يعني ممكن بكره تكون بدايه مش لاك، ممكن لغايه دلوقتي ما قدمش صوره كويسه او قدم نفسه بصوره كويسه لجمهور نادي الزمالك. يمكن هو من فتره كان الكلام اكتر ان هو ممكن يلعب هاف رايت، فممكن الفرصه تكون جت له ومفروض يقدم نفسه بكره بشكل كويس لو هيكون موجود في التشكيل. وانا بقول لك استمد دايما الفريق البطل لازم يوجد حلول من داخل الفريق، زي ما بنشوف عبد الله السعيد مره 10 بنشوف 8، بكره برده ممكن يبقى في حل من الحلول. هيبقى شحاته في وسط الملعب مع دونجا، قدامه عبد الله السعيد، ويلعب مصطفى شلبي وناصر ماهر ناحيه اليمين، ويلعب ناصر منسي، يلعب يعني ايا كان بيبقى برضه الشكل بيتغير، وده اللي متعودين دايما عليه من جوميز صراحه. يعني الفتره الاخيره في ثبات في التشكيل، لكن عنده مرونه في التكتيك والتشكيل، وبيعملها بصوره كويسه الصراحه. انت شايف شكل الزمالك متغير مع جوميز للافضل فنيا؟ طبعا انا يمكن عملنا حلقات كتيره جدا انا وانت يا مها، واتكلمنا من فتره كبيره جدا من وقت ما جه جوميز، وبقى واضح الفرق كبير جدا، وخصوصا انه كان جاي بعد فتره صعبه جدا على لعيبه نادي الزمالك. انا مش بتكلم على الجمهور بس، فتره صعبه جدا على لعيبه نادي الزمالك مع سوري، وكان فيها شخبطه كتيره جدا، ما كانش في تشكيل واضح، ما كانش في طريقه واضحه. لكن كابتن محمد الجمال بعد سوري عمل فتره كويسه، بعدها على طول مستر جوميز جه، لا بقى في شكل واضح للفريق، قدر يحقق مع الفريق على طول مجرد دخول لنادي الزمالك، قدر يحقق الكونفدراليه، بعدها بطوله السوبر. الزمالك ليه شكل واضح عند الكوم. يمكن الزمالك يعني الله يكون في عون الجماهير دايما، الزمالك عشان نتفق ان الزمالك محتاج لعيبه، محتاج لعيبه عشان النفس الطويل، محتاج دارات، محتاج مدافعين، محتاج كذا مركز ان في التدعيمات، لكن احنا متعودين على الزمالك كده دايما، ما فيش حاجه بتيجي سهله ابدا يا ماهر، كل حاجه بتبقى صعبه، يعني كل حاجه بتبقى صعبه في كل الاوقات، لكن عشاننا في ربنا وفي لعيبه نادي الزمالك ان الامور تتاخد ستيب باي ستيب. انا عايز اخد الدوري، دوري صعب، دوري مختلف، لكن في نفس الوقت زي ما احنا بنتكلم معاها، لا مباراه سموحه بناخدها مباراه سموحه، انا بركز ماتش بماتش، مباراه صعبه قدام مدرب كويس جدا، مدرب بيحب يلعب كوره، مدرب دايما بتلاقيه مع الزمالك فاتح ملعب، دايس بنزين على طول وبيهاجم، ودي سلاح ذو حدين. لكن اعتقد ان الزمالك يقدر يستغل المساحات اللي ممكن تتوجد في ظهر خط سموحه، لان دايما كابتن احمد سامي بيلعب دفاع متقدم، وبيعتمد على الخط الهجومي اللي عنده طبعا، سواء عبد الكبير الوادي او حسن حسن، عنده صابر في وسط الملعب، عنده لعيبه كتير جدا كويسه، فدايما هتلاقي عنده حلول هجوميه، لكن في نفس الوقت الحلول الهجوميه دي ممكن تشكل مساحات كبيره جدا في خط ظهر سموحه، ده اللي ممكن الزمالك يقدر يستغله بكره ان شاء الله. لاعب زي فتوح، طيب ازاي جوميز يقدر يستفيد منه في المباريات القادمه، مش بس على فكره في مباراه سموحه؟
برافو عليك. في الماتشات الجايه كمان مش ماتش بكره، مفيش خلاف على فتوح وعلى موهبه فتوح وامكانيات فتوح وقد ايه هو بيكون مؤثر في الزمالك، لكن زي ما انت بتقولي كده مهل الموضوع محتاج وقت. فتوح بقى له فتره كبيره جدا بعيد عن الملاعب، فبتبقى الامور صعبه شويه لاي لعيب بيكون بعيد وراجع. ففتوح لا قدامه شويه، يعني انا شايف اللي بيبدا يدخله في التشكيل واحده واحده وبيشركه بصوره كويسه، ودي ميزه كبيره ان انت يكون عندك اثنين باكات ليفت، اثنين كويسين جدا، اثنين كويسين جدا زي بنتايك وزي فتوح. طبعا الاثنين كويسين وبيأدوا بشكل هايل، رغم الاثنين ادوارهم مختلفه. بنتايك تحس ان الدفاعية عنده اكتر شويه، فتوح عنده النواحي الهجوميه احسن. فانا شايف ان دي ميزه الزمالك بصراحه. يعني يقدر يستفاد منهم هما الاثنين في ارض الملعب. ما ممكن انت ممكن تلاقي بنتايك بيلعب باك ليفت وتلاقي قدامه فتوح بيلعب اوف في وقت من الاوقات. فليه لا، ما يعني ممكن نشوفها في وقت من الاوقات. وفتوح عنده القدرات ان هو يقدر يلعب اب ليفت، يلعب اب رايت، يلعب نص ملعب. هو لعيب ما شاء الله لا خلاف عليه، يعني لعيب كورته الواحد بيتمتع بكره في رجل فتوح. يعني اتمنى انه يرجع احسن من الاول كمان ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ظهر بشكل كويس في الدقائق اللي شارك فيها في مباراه البنك الاهلي بصراحه. طبعا طبعا، ولو اغلب اللعيبه كمان في مباراه البنك الاهلي بغض النظر عن طرف التحكيم اللي احنا بنسمعه الفتره الاخيره، لكن زي ما الناس بتتكلم الزمالك ليه، لا الزمالك كان زي ما بيقول الناس ان الزمالك كان عليه حاجات، لا الزمالك كان ليه برضه حاجات في المباراه دي. وانا شايف ان فرقه الزمالك قدمت ماتش كويس في بدايه دوري صعب قدام فرقه متمرسه، قدام مدرب برضه محترم الكابتن طارق مصطفى في البنك الاهلي. فانا شايف ان الزمالك طلع بصوره لحد ما كويسه قدام خصم عنيف وخصم قوي وسكواد قوي جدا. فانا شايف ان الزمالك لا ماشي كويس، وشايف ان يفضل يكمل بنفس المستوى ده. مش شرط ان انا النهارده بكسب بفرق هدف او 3-2 اول مباراه، لو ده طبيعي جدا. انا بلعب برضه سكواد قوي جدا، فريق البنك الاهلي كويس جدا، بكره بلعب سموحه سكواد قوي جدا. فده طبيعي ان يكون في نديه في الماتشات، خصوصا الفرق اللي قدام الكوره. احنا لسه كل ده ما قابلتيش حد بيرص المدافعين ورا ويلعب على المرتدات، لا احنا لغايه دلوقتي هتلاقي البنك الاهلي المباراه اللي فاتت المباراه الجايه سموحه، لا الفرقتين بيلعبوا كره هجوميه. فانا شايف ان دي انسب طريقه الزمالك بيحبها، الزمالك دايما يحب الفرق اللي بتهاجم. طبعا اخيرا يا كابتن، لان الوقت للاسف طبعا يعني خلص، اخيرا اشكرك طبعا، وتوقعاتك للمباراه بكره ايه؟ الزمالك يكسب ان شاء الله 2-1 يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن كريم ذكري نجم ولاعب نادي الزمالك. السبب مشاهدينا طبعا كده تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، وبشكر حضراتكم طبعا على طيب المتابعه، وان شاء الله كل التوفيق بكره لنادينا العظيم في مباراه سموحه غدا، وان شاء الله نقدر نحصل 3 نقاط غاليين. بشكركم على طيب المتابعه، شكرا.